كيفك يعني؟ لا مكيفني. طالما هو غلطان يستحق. وانا لو موجود في الملعب عامل كده وكل لعيبه الاهلي هتعمل كده. ده كان كلام معتز اينو على القلم اللي ادى حسين الشحات لمحمد الشيبي. والحقيقه الموضوع غريب لما يكون ده راي لاعب سابق والمفروض عنده من الخبره والنضج اللي يخليه ما يقولش حاجه زي كده، وخاصه انه على التلفزيون على الهواء. يعني من المتوقع ان اي مشجع صغير في السن ويشوف الكلام ده ويكون بيحب اللاعب ده هيتاثر بكلامه ويشوف ان فعل حسين الشحات هو عين العقل. ده غير كده بقى هيرب الخصومه بين الشعب المصري والشعب المغربي، لان الجمهور المغربي واخد الموضوع بحساسيه شديده جدا وشايف ان اللي حصل اهانه للمغاربه كلهم. ويمكن الموقف ده بيفكرنا باحداث 2010 لما الاعلام المصري اتسبب في ازمه بين الجمهور المصري والجمهور الجزائري في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، ووقتها الجمهورين كانوا في حاله غليان، ولكن بعد التصفيات وبعد الماتشات الميه رجعت لمجاريها. فنتمنى ان ازمه حسين ما تاثرش على العلاقه بين الطرفين.